يا هنا صباح الفل وصباح الهنا وصباح الخير عليكي، وسامعينك انا وكريم كل المشاهدين دلوقتي، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا بأكد على كلامكم يا نهواندو ويا كريم، فريق مستمر في راحة سلبية لمدة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني. يبدأوا بقى يستأنفوا التدريبات مرة أخرى يوم 27 مارس. طبعا دي فرصة كويسة جدا بقى لالتقاط بعض الأنفاس طبعا بعد ضغط المباريات اللي كان عندهم في الفترة الماضية. نروح بقى لناشئين كرة القدم. فريق 2005 قدر يحقق فوز على فريق وادي دجلة أمس بنتيجة 2-1، ده كان ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الجمهورية. الحقيقة أنه ناشئين كرة القدم عملوا مباراة كبيرة جدا، قدروا يعملوا كامباك، يعني كان ناشئين دجلة الأول تقدموا في المباراة، لكن قدروا ناشئين النادي الأهلي بالتعادل في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب فارس عادل. وبعد كده بقى الحقيقه يعني الاهلي بلس 90 مش في الفريق الاول بس، لا كمان في الناشئين قدروا يحققوا فوز، والهدف الثاني عن طريق اللاعب طارق فوزي في الدقيقه 92. وبكده ناشئين 2005 يكونوا رفعوا عدد نقاطهم ل 56 نقطه. دي يعني اخبار متعلقه بكره القدم. خلونا بقى نروح دلوقتي للالعاب الاخرى، والحقيقه ان النهارده هيكون يوم حافل بالمباريات المهمه لجميع الالعاب الرياضيه. يعني البداية من رجال كرة الطايرة، النهاردة هيكون عندهم المباراة الثانية من نظام بست اوف ثري، هتكون أمام فريق هليوبلس. طبعا يعني كانوا أمس فازوا عليهم بنتيجة 3-0، لو قدروا يفوزوا في مباراة النهاردة يتأهلوا بقى لنصف نهائي البطولة، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان سيدات كرة الطايرة النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق سبورتنج، دي أيضا المباراة الثانية من نظام بست اوف ثري لكن بقى لنصف نهائي بطولة كأس مصر. ايضا لو فازوا في مباراه النهارده يقدروا يتاهلوا لنهائي بطوله كاس مصر، يعني هم ايضا كانوا قدروا يفوزوا على فريق سبورتنج امس بنتيجه 3-0، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى للعبه كره السله، والحقيقه انه ايضا رجال كره السله النهارده عندهم مباراه مهمه، دي المباراه الثانيه امام فريق مصر للتامين بنظام بيست اوف 5 ضمن طبعا منافسات بطوله دوري السوبر. رجال كره السله قدروا يفوزوا في المباراه الاولى بنتيجه 84-49، ان شاء الله النهارده كمان يقدروا يحققوا فوز وكده يكون متبقى لهم فوز واحد، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه اللي هيفوز في ثلاث مباريات بيتاهل للدور اللي بعده، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا بقى نروح للعبه كره اليد. سيدات كره اليد بيواصلوا استعداداتهم للمباراه القادمه، المباراه القادمه هتكون يوم السبت القادم وهتكون امام فريق سبورتنج ضمن منافسات بطوله الدوري. يعني سيدات كره اليد الحقيقه مركزين بشكل كبير جدا في جميع المباريات، بيعملوا سلسله من الانتصارات الحقيقه ومقدمين اداء عالي جدا في بطوله الدوري السنه دي، ان شاء الله يستمروا بنفس هذا الموسم ويحققوا بقى ثلاثيه هذا الموسم زي ما عملوا الموسم اللي فات. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه. طبعا قبل ما اختم كلامي يا نهواندو ويا كريم، حابه اقول لمامتي ولكل الامهات كل سنه وانتم طيبين ودايما كده منورين علينا حياتنا، يعني طبعا ما فيش كلام هيوفيكم حقكم بمناسبه عيد الام. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. لسه كنت هقول والله يا هنا، يعني عايزه اقول برضو لكل الاعضاء، انا متاكده ان في احتفاليه هتبقى حلوه جدا كمان في النادي. انا رحت السنه اللي فاتت في عيد الام بس عديت على النادي طبعا سريعا كده، كان في امهات كتيره جدا وكان في سيلبريشن وهدايا وورد وبتاع، كانت اجواء حلوه بصراحه، حاجه مفرحه جدا. كل سنه ومامتك طيبه. انا على فكره اعرف مامت هنا ست جميله جدا، بصراحه حضرتك طيبه يا طنط، وكل سنه مره ثانيه كل امهاتنا دايما يا رب هم اللي ساندنا في الدنيا وبدعواتهم فعلا احنا مكملين، يعني ربنا يخليهم لنا. وزي ما كريم قال ربنا يرحم اللي تركونا، لكن اكيد الشخص بيروح زي ما احنا بنقول، لكن دعواتهم وتربيتهم وكل حاجه زرعوها فينا بتبقى باقيه. فان شاء الله كده يبقى يوم حلو ونجيب هدايا. انت هتجيب هدايا لمامتك ولا فلوس؟ انا بطلت اجيب هدايا، بقيت اجيب ظرف وفي فلوس عشان ايه أريح. ما بقاش الواحد عارف هم عايزين ايه. اريح واسهل. انا احب الهدايا جدا برضو والظرف إيه؟ لو انت حابب تجيب لي حاجه يعني. يا سلام يا سلام. كزميله يعني، انا مش زي مامتك بس سلام. كزميله. في كتير من الناس متعوده طول عمرها لما يجي عيد الام لازم يجيبوا طقم كوبايات. طب اشمعنى؟ لا ايه ده طقم كوبايات؟ ده في رجاله كتير بتستسهل طقم كوبايات دايما، مش عارف ليه، مش يعني عمري ما فهمت. بلاش منها احسن بالظبط كده. لا ولو جت مره ما يبقاش كل مره، مش معقول. هو اللي بيشرب الكوبايات دي، خلي بالك دايما
الابن. بس المفروض والله يعني اليوم ده الناس تهادي بعض، الزملاء يهادوا الزميلات وحاجات زي كده يعني. طيب ماشي، ما عيد الاب جاي برضو هنروح من بعض. مش عيد اب، لا مين قال؟ مين قال؟ استحدثناه مؤخرا. ايوه طيب.